السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الطماطم في بداية التزهير، وان شاء الله حنتكلم عن اهم المعاملات اللي لازم نقوم بيها خصيصا في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة وتشاهدوا معنا الحلقة لانها حلقة ضرورية جدا. وطبعا لو كنت اول مرة تشاهد القناة او تشاهد الحلقة هذه، ان شاء الله حتلاقي رابط زراعة الطماطم في صندوق الوصف، فلازم تشوفوا حلقة الزراعة. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه الطماطم بعد ما قمنا بتعطيشها لمدة اسبوع، وبعد ما يعني قمنا بريها كل 5 ايام، لو لاحظنا هذه شتلات الطماطم اللي بدأت تزهر. طبعا كل النباتات بدأت، لو لاحظنا امامكم في التزهير، لاحظنا طبعا الخطوات الضرورية اللي لازم نعملها في هذه المرحلة. اول خطوة لازم نقوم بازالة الحشائش اللي بتنمو بجنب ساق النبات. يعني لو لاحظنا امامكم احنا بدأنا بعزيك التربة ورفع الخطوط، فالحشائش مش بتنمو. ولو كنت زارع طماطم ويوجد حشائش فلازم يتم ازالتها. وثاني حاجة هي الانتظام في الري. طبعا بالنسبة لري الطماطم حيكون كل 5 ايام، يكون ري ممتاز جدا. وبالنسبة للتعطيش في هذه المرحلة فممنوع جدا تعطيش الطماطم في هذه المرحلة، خصيصا لأنها بتبدأ بتكوين الأزهار، وحتى تنمو الأزهار لازم يتم ري النبات. وثالث حاجة وهي ضرورية بالنسبة للناس اللي عندها السماد، ففي هذه المرحلة لازم نبدأ نسمد بالسماد الأزوتي حتى يساعد النبات على زيادة في يعني الأزهار وزيادة في النمو الخضري. فإن شاء الله إحنا حيتم يعني تسميدها بالسماد الأزوتي أو النيتروجين حتى تساعد النبات على زيادة في التزهير. فهذه ثلاثة خطوات أو يعني ثلاثة خطوات اللي لازم نعملها لنبات الطماطم في هذه المرحلة، وإن شاء الله حنتابع النبات لغاية الحصاد. لاحظنا منكم ما شاء الله، طبعا هذا البرج الاول وفي برج ثاني بدا يزهر. لاحظنا هذه ازهار، ان شاء الله خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله حنتابعها ونتابع كل الخطوات اللي لازم نعملها للطماطم. لاحظنا هذه ثلاثة خطوط. وطبعا في نهاية الحلقة ما تنساش الاشتراك في قناتكم زراعة الخضروات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.